مازال تزين بطبيعه الحال. المساء لا يعني وماشي العطريه بزاف، كناخذوا اما الضلع واما طرفات اللحم غلاض يعني. نعم كنديروا فيهم اختي واحد ربعه الفصوص ديال الثومه، ربعه الفصوص الثومه وكاس زيت العادي، كاس زيت عادي، واحد ثلاث معالق كبار ديال الزبده، ثلاث معالق كبار زبده ومليحه ملحه والبزار والزعفران حر، زعفران حر واللوز التزيين، واللوز التزيين هادشي كله غنديرو في الطنجره، غنزيدو عليه غير سطره الماء يعني كلشي من ديبار، لا ربيع لا بصله لا والو. ما قلتي لناش الربيع. لا ما كاينش فيها الربيع. لا حتى حاجه، غير التويمه مدقوقه مزيان بالزعفران ومليحه وتخلط هادشي كلشي من سطره الماء ودير في الطنجره ودير فيه اللحم. نعم بغيتي تخليه شويه رقد، راه خليه بما بكلشي وعادش عليه العافيه. ما بغيتي شي يمكن لك طيبيه مباشره، مباشره تجي عندك ديال في العشيه تصلي العشاء وردي العافيه مهيله، يعني ال 12 غيكون موجود ولا 11 ونص يطيب بسرعه والعافيه مهيله، تبقى تقلبي حتى كيولي اللون ديالو احمر قرونه. نعم وكتحطي في الطبق بديك المريقه واقفه وكتزيني باللوز من الفوق، وانت اختي مني. نعم ايه وسهله ودغيا دغيا، ما كاينش مسهل من اللحم في الطاوه، دغيا دغيا كتنصبيه وكتديه في الكوكو. لا بلا ديك العطريه بلا والو، بلا قرفه بلا والو، كتجي غزاله عاد يجي الضلعه. نعم الضلعه اللي كنلقاو فيها الناس مشاكل هكا كطيب وما ديريش في الفران، حمري في الطنجره. ايه كيجي اللحم حمر ورطب. نعم ونزينو بطبيعه الحال باللوز اللي قلنا. ايوا شبيبه ديالي. نعم تبارك الله عليك لاله فاطمه، شكرا لك على الوصفات اللي قدمتي لنا اليوم، وتحيه لناس القنيطره